المباركة لنوشج به شعار الحياة المدرسية ورشا مفتوحا على مدى الفعل التعليمي التعلمي. الحياة المدرسية في خدمة وحدتنا الترابية من فضاء مؤسسة البشير. سي خالد بالخلفي المدير عام مؤسسة البشير، اليوم تحضروا معكم في نقولوا ماراثون صغير ديال الاطفال ديال التلاميذ عندكم في المؤسسه. كيفاش جات الفكره باش تنظموا هذا المبادره الرياضيه عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه رياضيه وتحيه تربويه وثقافيه لكل مواطن مغربي يحب بلده ووطنه. هذه الفكره في الواقع هي تاتي سنويا كفكره داعمه للرياضه المدرسيه وتشجيع الشباب الصاعد، الشباب الطيب، الشباب المغربي من أجل الانفتاح على الأمور الثقافية في ربوع المملكة. الفكرة في الواقع جاءت متزامنة مع فكرة الوحدة التراب الوطني، فأردنا منها أن نعطي للشباب المغربي تصورا حقيقيا، تصورا حميميا كذلك من أجل التشبع بفكرة التراب الوطني ومن أجل إعطاء التصور الحقيقي للمغرب، المغرب القوي الذي يترأسه صاحب الجلالة نصره الله. إذن وفي بهذه المناسبة أريد أن أشكر كل المنظمات الحقوقية والسلطات التي ساعدت على إنجاح هذا العمل الثقافي والعمل الرياضي التربوي الكبير، وشكرا. اولا في البدايه اريد ان اشكر كل الذين ساهموا في انتاج هذه التظاهره، ونحن المؤسسات التعليميه كلها نتحرك في اطار هذا الحراك الوطني، ولا بد ان تكون الحياه المدرسيه في قلب هذا الحراك. لذلك هذه التظاهره الرياضيه تهدف بالاساس الى ان تكون لحمة بين الفاعلين وبين التلاميذ وبين الآباء من أجل أن تكون الحياة المدرسية في خدمة القضية الوطنية وفي خدمة وحدتنا الترابية. الفكرة جاءت في البداية من أن تكون المؤسسة في قلب هذا الحراك، وهي اليوم كما ترون في قلب هذا الحراك الوطني. الشكر لمؤسسة البشير بالدرجة الأولى، ولكن جميع المؤسسات المدرسية المغربية لا عمومية ولا خصوصية في هذه المناسبة ديال الأعياد الوطنية وبعض الأعياد اللي هي مهمة بالنسبة للبلاد. كتكون عدد ديال العمليات، ومنها نذكر منها بأنه على صعيد كل نيابة كتكون بطولات إقليمية، وكذلك على مستوى الجهات وكذلك على المستوى الوطني. وهذا كنظن بأنه كيبشر الخير، لانه عنده واحد التاثير جد ايجابي على الصحه ديال التلميذات والتلاميذ، وكذلك النمو الحسي الحركي ديالهم، وكذلك الجهود ديالهم باش يكونوا ناجحين في العمل ديالهم الرياضي وكذلك الدراسي. فشكرا لكل من يشارك في هذه العمليات، وخصوصا العمليات اللي كتهم الوحده الترابيه، وهذا عمل جد مهم باش يكون تحسيس بالنسبه للتلميذات والتلاميذ، وكذلك بعض الاباء اللي كينساو بعض الامور. يعني هذه عمليه جد مهمه، وشكرا جزيلا لمدرسه بشير وكذلك جميع المؤسسات المدرسيه المغربيه لا عموميه ولا خصوصيه. هذا نهار كبير اننا نشاركوا في مشاركه في ماراثون ديال البشير، وبادره كبيره لمؤسسه البشير باش تعرف وطنيا وجهويا، وتنتمنوا انه يمر يدوز نهار مزيان في جو رياضي، ويكون تعاون بين التلاميذ واخوه تضامن. احنا متشوقين لهذا السباق بزاف، وتنشكروا بزاف مؤسسات البشير، وتنتمناو يتكرر هذا السباق. مزيان، كان احساس زوين والحمد لله. كيفاش كانت المنافسه؟ كان
كان شويه كان شويه تحتي ولكن الحمد لله. علاش تنتمي واش من مؤسسات انت؟ حميد سبعة. تايليا مشاركة لا فايت لي شاركت ماراثونيت بحال هذا وفي سنيت به المرتبه الاولى. دونك احتكار دائما فاطمه الزهراء. داكشي اللي كاين ديما فاطمه الزهراء. لا مبروك عليك. بارك الله فيك. الحمد لله انا اسمي عبد الله جيت والحمد لله شاركت في الماراثون ونجحت الحمد لله. شفت هاد الناس ونجحت الحمد لله. كان في الوجهة نخلعها ودابا عندي مبيعت من قد قدام خاوي وانا نجيت عطاني الطاقة ونبدي تنجر. انت ربحتي لمن غتهدي هذا الفوز هذا؟ شكون الناس اللي غتهدي لهم هذا الفوز؟ مرتاح تاع البشير. وشكون اخر؟ تاع جولاجوز. الحمد لله الله يخلي لي امي.